ايه ما كان شنو؟ اش نقول لك؟ مش عرفتي هو مش عرفتي هو عندي ما عاش انا تيك كيما كتبقاي عاقل على السميات في لا لا عقل على الصوت عقل على الصوت الصوت انا نعم يلا نمشي مشيو بيدنا الناس يونس ما تقلقش راك انت شاد فيك يا سول شوش ما تقلقش راحش ارتاح ليا ترانكويل حرام 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 شو شغل مخناك تغمشي شنو للحبس الله يتغمشي للحبس شنو وانا مالك محرش فك تتبع لك داخل صانيع ديما تقول لي جاوب حبي ترى بقى ليا دقيقة قبل ما نصوم دقيقة؟ 40 جانا رضي جا لا لا ما نشربش الماء انا ما نشرب حبي نو انا بغى نهضر معك ابل ها نعيشوا الحياة صحة الدوش واش انا منعيش الحياة مع الحب ديالي نعيش نغطي الماطا طلع الماطا شوية لفوق شو ديك التعامل اتقرب ليا مشكل غتكون باقا عندي 40 ساعة 40 دقيقة واحد 10 دقائق ديال الدوش يونس بلاش دابا بنادم كيكون صاين واش يجوز تكتب لصاحبتك بيبي ولا حبي عادي اخويا يجوز غير ما تشهاهاش وما تنويش معاها شي حاجه سلت ما تفتحش صوره اباحيه صافي الصيام هو الامساك عن شهواتي البطن والفرج من طول لا 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 ما تقلقيش معني يعني كتصوم خاصك ما تشهاهاش ناري ماتت ابنتي فقط بحري خاصك ما تشهاش ما خاصك ما تاكل ما تشرب ما تصيفطش صورة إباحية ما تهضروش في الجنس بزاف الحوايج ولكن واحد المشكل عندي أنا يا شوش ما تكونش الشهوة مهم صح أنا الشهوة عندي مكونكتي مع فينا بيبي وانت في قرار راح يهضر على الشهوة ديالو ها هو بدي يجبد الشهوة ها هو يجبدو في اللايف طولي شوف دايره بحال تصور واحد هنا ابو الفضائي شوف حبي راه دايره بحال الكركدانه نسات في ناس بحال شي مالك انا بموت فيك اي عمري انا بن لا 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 حبي بيبي بيبي سيدا يا حبي وش مويس نورمال تستو هابلاندو ولا لا ما تخافيش امضي عينيك وتخيليني بحال انا وياك في شي جزيره كنضربو وخرج داك حنش وقرطم الماء نوض الدوش هذا سلامتك